عايزة أكلمكم على جريمة حقيقية بيعملوها الآباء والأمهات في بناتهم بمنتهى الحب والطيبة وحسن النية. إيه هي؟ إننا نجوز البنات وهم أطفال ما بلغوش 18 سنة. ليه جريمة؟ لأنه في 100 سبب وسبب يخلينا عارفين إن ده أكبر أذية ممكن نأذيها للبنات، إننا نقعدهم من المدارس ونخليهم في حالة عوز شديدة ومش متعلمين، إننا نحطهم في موقف إن ممكن يتحملوا حمل ورضاعة وجسمهم لسه ما اكتملش، إننا نحطهم في جوازة عرفي بالمناسبة حتى لو الجوازة معمولة على إيد مأذون، طالما البنت أو الولد ما وصلوش 18 سنة دي جوازة عرفي ما فيهاش أي حقوق، ما بتضمنش أي حاجة. فخلونا نعرف إيه الأسباب اللي بتخلي بعض الناس يعملوا هذه الجريمة البشعة في بناتنا وبمنتهى الإحساس بالرضا والأريحية، ونقيم الأفراح والليالي الملاح. نشوف الإنفوجراف ده ونتكلم أكتر. أسباب الزواج المبكر: أولاً، العادات والتقاليد ووسيلة لإنجاب عدد أكبر من الأبناء للعمل ومساعدة الآباء، في حين يكون سبب الزواج المبكر للأبناء لدى أسر أخرى هو الرغبة في زيادة عدد النسل أو من باب المحافظة على البنات. ثانياً، للتمييز بين الذكور والإناث في المعاملة والتقدير دوراً سلبياً لدى الفتاة، فتعتبر الأسرة أن وجود الفتاة يشكل عبئاً عليها من النواحي المادية والاجتماعية، ويصبح هم الأسرة الوحيد تزوجها لأول طالب زواج بحجة سترها. ثالثاً، الأوضاع الاقتصادية: يميل بعض الفقراء إلى تزويج بناتهم في سن مبكرة للتخفيف من المصاريف وتكاليف التعليم، خاصة الأسر ذات العدد الكبير من الأطفال وذات الدخول المنخفضة. رابعاً، التسرب من التعليم: فالأسرة المتعلمة لا تزوج البنين والبنات إلا بعد إكمال مراحل الدراسة، أما الأسر غير المتعلمة أو متوسطة التعليم فإنهم يزوجون أبنائهم في سن مبكرة وخاصة في المناطق الريفية. الحقيقة أياً كانت الأسباب هو مش مبرر أبداً أبداً أبداً، وزي ما شفنا لو الأب والأم متعلمين ووصلوا حتى لأنهم ياخدوا دبلوم، مش هقول تعليم عالي، لا يمكن يجوزوا بناتهم وهم أطفال وطبيعي ولادهم. علشان كده إحنا محتاجين برضو نوعي نفسنا ونفهم إن ده مش حل. خلينا نشوف أثر وخطورة الجواز بتاع الأطفال ده على البنات عامل إزاي. خلينا نشوف ونتكلم أكتر. آثار الزواج المبكر: أولاً، الآثار النفسية: الحرمان العاطفي من حنان الوالدين مما يؤدي إلى تعرض الفتاة للضغوط النفسية وظهور أمراض نفسية متعددة. عدم اكتمال النضج الجنسي للفتاة إلا بعد مرحلة المراهقة بسنوات يجعلها في حالة من المعاناة والآلام والخوف، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض النفسية والعصبية. اضطرابات الشخصية أو اضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين نتيجة عدم إدراك الفتاة لطبيعة تلك العلاقة. ظهور أعراض مبكرة للاكتئاب والقلق المستمر من المسؤولية الأسرية الجديدة. ثانياً، الآثار الاجتماعية: فقدان الوعي الكافي للوالدين بأصول التربية السليمة للأبناء في ظل انخفاض المستوى الثقافي والتعليمي لهما. نشوب علاقات أسرية فاشلة بين الزوجين وأبنائهم وما يتبعه من آثار اجتماعية أخرى غير مرغوب فيها. ثالثاً، الآثار الصحية: زيادة معدلات الإجهاض المتعمد الذي ينطوي على مخاطر صحية وخيمة قد تؤدي إلى موت الفتيات، وهناك خطورة على الطفل المولود وانخفاض الوزن عند الميلاد. اختناق بين الرضع الذين تلدهم المراهقات مما يؤدي إلى وفاة الرضيع أو الإصابة بمشكلات صحية مضاعفة في المستقبل. رابعاً، الآثار الاقتصادية: الإفقار للسيدات نتيجة بقاء الفتاة تمارس حياتها في المنزل فقط دون أي مورد دخل، عدم تطوير قدرتهم الشخصية وعدم القدرة على مواجهة أي أزمات. انخفاض مستوى معيشة الفتاة المتزوجة مبكراً
لرفع مستوى معيشة أسرتها. عايزاكم تاخدوا بالكم من أثر الجواز في فكرة عدم تطوير قدرتها. ما انتوا خدتوا البنت وهي لسه ما كملتش تعليم، وأحياناً لسه ما تعرفش تقرأ وتكتب كويس، فهيبقى عندها قدرات إزاي دي؟ تقف على رجليها لو حصل لا قدر الله حاجة إزاي؟ بلاش تحصل حاجة. هي وجوزها بيواجهوا صعوبات في الحياة، ما هي هتقف جنبه إزاي؟ ففي الحالة إن مفيش قدرات خالص دي، هي مش عارفة تقف جنب نفسها ولا جنب ولادها، وبالطبيعي مش عارفة تقف جنب جوزها. فإيه اللي بيحصل؟ بنواجه حالات طلاق ولا قدر الله كمان ترمل. هل كل أب أو أم خد طفلة صغيرة عندها 15 ولا 14 سنة من المدرسة وقعدها عشان يجوزها متخيل إنها ممكن ترجع له كمان سنة ولا اتنين أرملة ومجرجرة عيال ولابسة أسود؟ عيلة ما وصلتش ل 18 سنة لابسة أسود. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال إن عندنا في السنة الأخيرة دي 1203 أرملة أقل من 18 سنة. يعني أنا بحس إن عايزه يا سنة سودة، هو في حاجة اسمها كده؟ طيب الأنكى من كده كمان إن عندنا 1189 طفلة ما وصلتش 18 سنة مطلقة، ودي بقى مصيبة سودة. عارفين ليه؟ لأنها مطلقة من غير عقد جواز رسمي حبايب، حتى لو كتبوا المأذون وحتى لو شكله قسيمة الجواز تحت 18 سنة ما ينفعش يتوثق، جريمة. وبالتالي لو في مأذون قال لكم ان ده جواز رسمي يبقى بيضحك عليكم ويبقى مرتكب مخالفة لائحة المأذونين. الحالة الوحيدة اللي ممكن تتعامل وانا عندي جواز عرفي لطفلة هو إثبات طلاق علشان نعرف نجوزها في المستقبل، انما ما دون ذلك ابوها وامها قضوا على اي حقوق ليها خالص. عموما انا برضو يعني قلت فرصة إن إحنا نتكلم أكتر مع مستشار وزير الصحة دكتور حسام عبد الغفار. هتقولوا لي إيه علاقته بالحدوتة دي؟ هقول لكم ده هو أبو علاقة الحدوتة دي، لأنه هو اللي هيفهمنا الدنيا فيها إيه، ويفهمنا كمان ليه ما ينفعش نجوز بناتنا وهم أطفال ما كملوش 18 سنة، وأثر ده على جسمهم وعلى حياتهم وعلى صحتهم هيبقى عامل إزاي. وبالمرة نعرف منه شوية أسرار كده حوالين إيه اللي ممكن نستفيد منه في وزارة الصحة.